صباح الخير، صباح النور، كيف صبحتوا؟ صافا. انا فقت مع 7، حقاش البارح انا سمعت تقريبا 11، ففقت مع 7. عطا الله ما يدار، عطا الله ما درت هاد الايامات. عاد انا راني ديزاكتيفيا من السوشيال ميديا، ما عرفتش علاش. محتاجه نجلس مع راسي، توحشت راسي، توحشت نتحدث مع راسي، نهضر مع راسي، نسول راسي. فعليها فاش كنكون هكا اكتيفيا مع راسي، ما كنت اكتيفاش بزاف في السوشيال ميديا. المهم درت واحد اللايف اليوم في التيك توك، اش كنقول لكم تبعوني في المواقع التواصل ديالي، لانه انا ما كنعلمش، انا ماشي داك النوع اللي كنعلمك غادي ندير اللايف بسيمانه غنعلمك بلي غندير. الا كان شي لايف فيه شي حاجه مثلا غنهضر على شي موضوع ولا غنحط شي ادله، كنعلم الناس، كنقول لهم نعرف لام ثاني غيكون لايف، ولكن نورمالمون ما كنعلمش فاش كنبغي ندير اللايفات. ما قلت لكم يعني نورمالمون ما كنعلمش فاش كنبغي ندير اللايف ولا شي حاجه، ما كنعلمش. ودرت واحد اللايف اليوم في الصباح، ما كنعرفش نشري الكاشا، اختي غنمشيو نطيبوا الغداء، انا خصني ندوش، خصني نصوب شعري. اوكي تنيس كابريندرا، قلت لك انا غنمشيو لباموسا كاسا كوسيناموس، هاسيموس موتشاس اكتيفيداديس اختي. Por la tarde, ahora no hay circo abierto. ¿No ves que está todo cerrado? Ya está todo cerrado. Uno, creo que una parte de tres está abierta. Hazuina had la piscina, ولكن عرفتوا شنو كيقولوا يا عاقلين، ديروا لنا واحد البلاصه الالعاب تلعب شويه تهنيني، ما حدو كاين الصباح وما غاداش تكون عامره. اوكي 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 باموس اورا انا الو، غادي نهضر على واحد الحاجه، على واحد الموضوع اللي انا كيجيني مهم جدا وكيسولوني بزاف البنات على هذا الموضوع. اوكي بلاتي البنات، حيت غندخل في واحد اللعيبه، هاد اللعيبه صغيره، يعني خصك تدخلي وتردي البال بحال واحد القوس. بسم الله الحمد لله، بحال واحد القوس هكا صغير. الوغ غنهضروا على الموضوع ديال فاش كنتفارق مع الراجل، وكيفاش كنتفارق مع الراجل وكان زيان، واش هذا الراجل كيندم عليا ولا ما كيندمش عليا؟ نو فهمتوني نو، حيت هذا السؤال يتكرر عندي لا في اللايفات لا في الخاص. ساره، واش فاش كتفارقي مع الراجل وكتزياني وكتسكسفي على راسك والى اخره، واش كيندم عليك؟ اولا يؤسفني ان اقول لك لا. بس بسمع شنو دايرين هنا؟ سحب لي البوليس. اي غنيدن، الو لا بوليس، الاكس ديالي طلع رخيص، اجي وديوه عليا، ديروا ليه شي قضيه وغبروه عليا. ماما انا بنت كبري تقعد الكوتشي، يلا زيدي الشي غادي نغامر معاك وغنديك الباركي، واخا صراحه بغيت نمشي للدار نجمع باليستي، ولكن غنغامر معاك ماشي غير وغنديك الباركي وما على باليش، لانك انت اجمل شيء في الدنيا. الوغ نكملوا في الموضوع ديالنا، قلت له ناسكتي خليني نكمل، وحنا غادي نختي البارك. والله الا كنا غادي للدار وقرب قلبت الدور، انا غاديه بها لواحد البارك اللي عقلت واحد الخطره كنت حطيتها في المدرسه في الايامات الاخيره ديال المدرسه، وانا ندوز نشرب قهوه ولقيت بلي تما كاين بارك زوين، كاينه بحال واحد ديزني لاند ديال الدراري الصغار، يعني ماشي كبيره بحال ديزني لاند، ولكن المهم الوكي بوي. الراجل فاش كيخليك اوكي، الراجل فاش كيسمح فيك، ما كيسمحش فيك حيت انت ماشي زوينه ولا حيت كون ما كنتيش عاجباه من ديبار ما كانش غيتصاحب معاك، فهمتي؟ ولكن فاش كيخليك الراجل كتفارقي معاه وكتزيان حياتك، نو كتزيان كتولي زوينه، انت كتلاحظي في راسك الفرق انك زيانيتي ولا عندك الفلوس، شريتي دار، شريتي طوموبيل. هل هذا الراجل كيندم؟ ما كيندمش. شكون اللي كيندم عليك؟ اللي كيندم عليك هذاك الراجل اللي كيبغيك، الراجل اللي كيبغيك هو اللي كيندم عليك فاش كيتفارق معاك. ما عرفتش علاش غيتفارق معاك، مثلا واحد الراجل الا كيبغيك علاش غيتفارق معاك؟ كاين بزاف ديال الاسباب، مشاكل، كاين اشياء اللي الانسان ما يقدرش يسمح عليها. انا مثلا الراجل الواحد اللي بغيت في حياتي مثلا هو بابا بنتي،
هو الوحيد اللي بغيته ودابا يجي يبغي يرجع معايا ما غاداش نرجع معاه. هذا لا يدل على انني لا احبه. انا ماشي غنقول لكم مازال كنبغي، ولكن انا داك الانسان عزيز عليا لانه بابا بنتي وعشت معاه قصه حب وما كنكرهوش. انا هذاك الانسان مازال عزيز عليا، يعني مازال بلاصته مازال في قلبي، ولكن باش نرجع معاه حيت كاين شي حوايج هذاك الراجل اللي كيبغيك، الراجل اللي كيبغيك هو اللي كيندم عليك فاش كيتفارق معاك. ما عرفتش علاش غيتفارق معاك مثلا واحد الراجل الا كيبغيك علاش غيتفارق معاك. كاين بزاف ديال الاسباب، مشاكل، كاين اشياء اللي الانسان ما يقدرش يسمح لها. انا مثلا الراجل الواحد اللي بغيت في حياتي مثلا هو بابا بنتي، هو الواحد اللي بغيته ودابا يجي يبغي يرجع معايا ما غاداش نرجع معاه. هذا لا يدل على انني لا احبه. انا ماشي غنقول لكم مازال كنبغي، ولكن انا داك الانسان عزيز عليا لانه بابا بنتي وعشت معاه قصه حب وما كنكرهوش. انا هذاك الانسان مازال عزيز عليا، يعني مازال بلاصته مازال في قلبي، ولكن باش نرجع معاه حيت كاين شي حوايج ما تقدريش تسمحي فيهم او لا ما تقدرش تسمح فيهم كراجل. يعني فاش كيكون الراجل كيبغي المراه واخا يكون كيحماق عليها الا قصته في الكرامه ديالو ولا جرحاته لواحد الدرجه ما كتصورش ما يرجعش معاها واخا كيموت عليها. بحال انا واخا كنبغي بابا بنتي ما نرجعش معاه على هذيك الاذى اللي اداني. نو فهمتيني؟ واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ يعني غير كتضيعي وقتك وكتباني كتباني ديكولاس فاش كتفارقي مع الراجل وكتزياني، ومثلا كتسكسفي على الحاله كديري مثلا الشفط ولا ديري التكميم ولا ديري السنان ولا تصاوبي الانف ديالك ولا ديري شويه الفيلر فمك ولا ديري البوتوكس والى اخره، زعما كتقولي يمكن غيندم عليا. ما غيندمش عليك ماما. شكون اللي كيندم عليك؟ كيندم عليك الشخص اللي كيبغيك. اما واحد هو سمح فيك، هو خلاك، هو اصلا ملي كنتي انت معاه سواء زوينه ولا خايبه ما كانش عاطيك قيمه، هذا ما كانش كيبغيك، كنتي كتعجبيه، كان كيبغي ينعس معاك. راه خصكم تفرقي، خصك تفرقي ما بين كننعس معاك وكتعجبيني في النعاس، وخصك تفرقي ما بين انني كنحماق عليك وكنبغيك. فاش كيكون الراجل كيبغيك ما على بالوش واش تكوني سكسي ولا ما تكوني سكسي، ولكن فاش كتكوني كتعجبيه لشيء معين فهو معاك حيت كيلقى معاك راحته في الناس مثلا ولا كتعجبيه في الناس. فهمتيني دابا؟ فلهذا فاش تفارقي مع الراجل وتبداي حياه جديده، بداي حياه جديده لك انت، ماشي نبدا حياه جديده باش نفقصو. ما عندك ما تفقصي فيه، اوكي؟ ما عندك ما تفقصي فيه لانه هو ما غيندمش عليك. شكون اللي غيندم عليك؟ غيندم عليك الراجل اللي كيبغيك. ودابا غنجيو المرحلة ديال فاش كيتفارق معاك الراجل هو كيبغيك وكتزياني، واش كيندم عليك؟ اكيد كيندم عليك، ولكن نعاودها، هذيك الاشياء اللي درتي معاه قصتيه في الكرامه ديالو ما يقدرش يرجع معاك. هكاك المراه بحال دابا انا تقاسيت في الكرامه ديالي بزاف من طرف ما عرفتش نباركي واش هنا ولا نباركي له، تقاسيت في الكرامه ديالي بزاف، يعني انا ما نقدرش نرجع مع هذاك الراجل، ما نقدرش نرجع معاه رغم انني مازال كنبغي. مازال كنبغي ولكن ما نقدرش نرجع معاه لانه جرحني. واش فهمتي دابا شنو تنبغي نقول لك ولا ما فهمتيش؟ هكاك الراجل واخا يكون كيبغيك كيحماق عليك. اكيستا الباركي لونا واخيرا باركيت. كيف ما قلت لك نعاود نقولها لك ونزيدها لك، ما كيندمش عليك، اللي كيندم عليك هو هذاك الشخص اللي كيكون كيبغيك. وتذكري دائما الراجل اللي كيسمح فيك بدون سبب، بلاتي بدون سبب كيسمح فيك كيقول لك سنينه هذا الراجل ما عمره بغاك، والراجل اللي كيحصل عليك شي حاجه يعني تفارق معاك حيت انت جرحتيه في شي حاجه هذا الراجل كان كيبغيك ولكن ما يقدرش يرجع معاك لانك جرحتيه. مثلا هكاك المراه نفس الشيء، واش غادي ديري داك الشيء ديال تبع عليك تتبني برهوشه فاش كتبقاي ديري ديك الستوريات ديال دوك الاغاني ديال شوفني كي وليت زيانيت. شوفي فاش فاش الراجل تيسمح فيك واصلا انت عارفه كيف كان كيعاملك، يعني كان كيعاملك بواحد الطريقه اللي ماشي زوين، هذا الراجل راه ما كانش كيبغيك. مابقاش تحد براسك وتكرسي الوقت لراسك، راه هذاك الشيء كياثر لك على النفسيه ديالك. فاش كتبقاي كل دقيقه ديري اغاني ديال تعالى شوف كي وليت في وجهي زيانيت لاطاي
زين كنت معاك ما نعرف شنو طا 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 لا 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 سا 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 سا. فاش كديري هاد الشيء سواء للراجل اللي مازال كيبغيك ولا الراجل اللي اصلا سمح فيك ما على بالوش بك كتباني صغيره بزاف كتباني صغيره. فباش ننسى واحد الشخص اللي اداني في حياتي وتعامل معايا خايب ما ندقش عليه بالاغاني ما بقاش ندير الاغاني ما تحليش الباب انا اللي كنحل الباب ماشي انت يا اختي تعلمت لي ديك القضيه ديال تحل الباب. ف ما نديرش هاد التصرفات ديال التبريش صافي مشيت يا خويا سمحتي فيا سمحت فيك تفارقنا نعيش لراسي ما بقاش عايشه للماضي.